بتصير مثلا انه موظف يتاخر على الدوام او يتاخر في بريك شويه، وبتصير كمان انه يتعاقب على هذا الشيء، بس انه الموضوع يعني يسبب رفع مسدسات فهذا شيء عجيب. اللي حصل في البرازيل انه تاخر شرطي في البريك شويه، ولما رجع عصب عليه زميله وقال له انا حرفع فيك تقرير لانه تاخيرك ده حرمني انا من البريك حقي. رده فعل المتاخر عجيبه. عموما الشرطة أعلنت فصل الشرطيين معا بعد هذه القصة، يعني هذا المتوقع